ورجعنا من الفاصل. الفقرة دي بقى مختلفة تماما عن كل اللي كانت بتقوله دكتورة سمر قبل كده. دول صحابي حبايبي، فنانتين تشكيلتين رائعتين، أحب أعرفكم بيهم. فنانة التشكيلية أميرة عبادي، فنانة التشكيلية فاتن جلال، أهلا بيكم. أهلا بيكم، شرفتونا في البرنامج الحقيقة. احنا سعداء ان احنا نسيب بعد خالص ونتكلم مع بعض كأصحاب. الأول أنا طبعا أنتوا أمهات وربات بيوت، سيدات كويسين جدا، عايزين نعرف ايه اللي خلاكم تتجهوا الاتجاه ده كله؟ يعني انتوا دلوقتي ناس قاعده اشتغلتوا او قاعدين في البيت، طلعتوا الفن اللي جواكم ازاي؟ اولا انا بالنسبه لي انا طول عمري اصلا كنت بحب الارت وانا صغيره جدا، بس للاسف ما قدرتش ان انا امارسه كدراسه. انا الموضوع بالنسبه لي هوايه بحته، لان والدي طبعا زي كل الابهات المصريين، يعني الاباء المصريين اغلبيتهم بالظبط، اعتبر ان ده حاجه مش طبيعيه ان انا ادخل كليه فنون جميله، وده طبعا وقف ضد طموحاتي جامد. حصل لي دروب كده في حياتي فتره ان انا ما قدرتش ان انا، بس كان لسه عايش جواكي الفن وان انا هبتدي. بالظبط. بترسمي طول الفتره اللي كان حصل لك فيها الدروب دي؟ لا ما كنتش برسم خالص، كنت منقطعه تماما عن لدرجه ان انا حتى كنت متزوجه وكان جوزي نفسه ما كانش يعرف ان انا برسم. حقيقي. يعني فضلت كده لحد اكتر من 15 سنه. انت لغيتي الفكره، كنت تماما لغيتها تماما من حياتي. وبعدين بعد كده بقى لما بدات احس ان الولاد محتاجيني وكده، فبدات ارسم كهوايه. قعدت حوالي 5 سنين ارسم كهوايه، وبعدين بدات شفنا بقى اللوحات الجميله اللي مغرقه الاستوديو دي كلها. بدات احترف الموضوع، وبقيت حاسه بقى بحاجه مختلفه خالص. حسيت ان انا سعيده جدا جدا ان انا بمارس حاجه بحبها وبشتغل بيها بعد ما جال شغلي الرئيسي، وحسيت ان انا ان الدراسه ما وقفتنيش خالص عن ان انا امارس هوايتي، وعن ان انا يعني اشتغل في حياتي بالشكل اللي انا حباه، حتى لو كانت في عوائق قابلتني قبل كده. لا بس ده فن جامد، يعني كنت كل الفتره دي ازاي مخليه الحاجات دي جواكي وقاعده كده؟ يعني الحمد لله. طب اميره بالنسبه لك الوضع كان عامل ازاي؟ يعني انا اعرفك من سنين، من كتير يعني قوي. الفنانه دي اتوجدت جواكي امتى؟ انا كنت برسم وانا طفله في المدرسه. مره حتى استاذ العربي عارف عني ان انا شقيه وما بركزش قوي، فلاقيني ايه ببص له وبكتب وبص له وبكتب. قال بس دي النهارده ركزت والتزمت. بعد ما خلصت الحصه بس لاني برسمها هو نفسه. ده انت ده كله قاعده فاكرك مركزه معايا وبتاخدي نوتس. اتاريكي بعدين نامت بقى الرسم ده خالص. دخلت اداب انجلش والخلفه ما رسمتش حاجه خالص طوال زي فاتن بالظبط. طوال مثلا امتى بقى جت اللحظه اللي هو انا 20 سنه اهو كنت رايحه بقول المده ارجوك، انا بقول لك انا عارفاكي بقالك كتير. بلاش السن. كنت بملى كويستشنير بيقول لي ايه نقاط قوتك، ايه هواياتك. لقيت نفسي مش عارفه اكتب، مش لاقي حاجه تتكتب. فساعتها قلت طب استرجعي كده. ده انت كنت بترسمي وانت طفله. طب يلا ابتديت. رحت لفنانه علمتني، ادتني الاسس، ولقيت ان عندي المبادئ موجوده من طفولتي. رحت خدت دراسات حره في كليه فنون جميله الزمالك، دي طبعا حطت لي مبادئ اكاديميه بنت لذينه. فابتديت بقى من ساعتها، وبعدين شعشعت في دماغي بقى كمان ايه طب تصميم الملابس بقى بالمره. بس وابتديت وجت من هنا ابتديت تنزلي معارض بقى والحاجات دي. ابتديت انزل معارض، ابتديت اعرض حاجتي في بازارات. طب المجازفه بقى والناس اللي حواليكوا، ايه ده انتوا بعد كل السن ده بتحولوا حياتكم، انتوا يعني كنتوا فين كل ده؟ طبعا اكيد سمعتوا تحطيم رهيب يعني. ما سمعتلوش اكيد بدم الحاجات دي ظهرت حواليك، صح؟ لا ما انا كنت خلاص لقيت طريقي. عارفه ضليتي طريقك ولقيتيه. انت ازاي كنت نايمه على نفسك وسايبه كل الهوايه والفن ده مدفون؟ ودي نصيحه طبعا لاي حد قاعد في البيت اللي هو لازم يعني بالظبط شوفي حاجه نكتشف كل المواهب اللي حوالينا، تملي بيها خزان عندك جوه يمتعك يبسطك، تبتدي يعني تدي لمن حولك كمان. انت بتبقي سعيده وساتسفايد. بتبتدي بقى ايه تسعدي اللي حواليكي كمان، الاولاد بقى والبيت بالظبط. طب عايزين نشوف بقى مجموعه من شغلك، تفرجين عليهم. وعايزين نتفرج كمان على الشاشه، هتنزل حاجات خاصه بيكي نتفرج عليها. ده هنا كلمينا بقى ده هنا صور على الهواء. انت كلمينا عليها. كنت في بازار
بعرض فيه اللوحات والملابس الهاند ميد اللي بعملها. تستخدمي بقى خامات معينه او كده؟ يعني مش قادره اقول لك، ممكن 6000 خامه في القطعه الواحده. بتروحي تنقيهم ولا بتبقي حاطه الديزاين من الاول؟ انا ببقى شاريه مثلا القطعه او مفصلاها يعني الملابس، وبحطها على المانيكن وابتدي اجيب حاجات تتحط هي وليده اللحظه. يعني هاتي ورده على حته ليزار، على فروه، على قطعه كلف، على مش عارف ايه، ببقى ميكستشر. مش الرسمه وبعدين تروحي تنقي الحاجه اللي تنفع تتعمل عليها؟ لا هي مش كده. وقتها انت بيبقى عندك حاجات كتير، ماتيريالز كتير على جنب، فتقولي بالضبط. انا دي تمشي مع دي كده. وعشان كده لما بيطلب مني حد يقول لي يعني انا عايز القطعه دي بس عايز مثلا فيها اختلاف او كده، بقول له لا هي بتطلع تعملي بيونيك انت، هي بتطلع قطعه واحده وانفعال، وانت اذا واثق في ذوقي يعني ومستلطفه سيب لي نفسك. مش متحدده بالوان او اي حاجه؟ لا. طب حلو لطيف. طب كلمينا لو بتهالي في حاجات تانية هتنزل على الشاشه ولا انا بعمل كمان اللي هو الميكس ميديا، بحب كمان بما ان بقى الهدوم فيها ميكس ميديا هي كمان. اوكي. فتلاقي اللوحات بتاعتي حاطه فيها جلد على معدن على شعر، وده اللي فرق عن لوحات فاتن. فاتن هي الالوان الطبيعيه الصريحه، الفنان التشكيلي الاساسي، خشب على بقى على بلاستيك على ورق، على زي الحصان، زي صوره الحصان. بالظبط. دي معدن مع شعر جوت مع جلد مع الاساور المعدن دي، على مع سلسله معدن علشان تدي يعني ايه شكل متوحش شويه بما انه حيوان يعني. تمام. طب وكلميني على الهدوم بقى، بتبقى ايه الاخبار بتاعتها؟ والله حسب ساعات. انا شايفه ان الاغلبيه الجينزات بيبقى عليها طلب اكتر، يعني الناس بتستلطف الجينز عشان بيتلبس all through the year. يعني مش ملتزم بوقت معين بالزبط. ولا صبح وممكن صبح وممكن بعد الظهر وكل حاجه بالظبط. فحسب بقى، ساعات احط عليه تطريز خفيف، ساعات اتقله شويه. بتقولي الموديل نفسه بتبقي ساعات شارياه او انت مفصلاه؟ بالظبط. الهدوم يا بفصلها يا بشتريها قطعه جاهزه وبتضيفي ساده، بقى التاتش بتاعتك انت عليه. بالظبط. الفن بتاعك بالفن. وبرده الشنط الخوص بتاعتي ببقى في منها اللي رسمه عليه وحاطه قواقع او رمل او كده. الخوص بقى دي انت بتجيبيها منين؟ كنا زمان بنجيبها من الفيوم. لسه من الفيوم ولا؟ تصدقي انا رحت رحله للفيوم عشان اجيب منها وعشان استمتع بالطبيعه هناك. الفيوم رائعه طبعا، دي كانت رحلات مدرسيه اساسيه عندنا كل سنه. لسه بتتباع هناك الحاجات دي اللي هي بيتباعوا هناك. المشنات والحاجات دي لسه موجوده. لكن وريت لهم الحاجات بتاعتك بعد ما طورتيها؟ يعني حاولتي مثلا تروحي ليهم هناك تقول لهم انا عملت كذا وشوفوا، بحيث ان هم يطوروا هم كمان من صناعتهم شويه او كده؟ مش هيقدروا ان هم يحطوا تاتشات ثانيه، هو بيعملها لك سيمبل كلاسيك علشان انت تضيفي عليها بقى ذوقك وحاجتك. انا بس ممكن اقول له انت اهتم بالفينش، اعمل الدبابيس دي في اليدات، حاجات كده بعدل عليه في التصنيع بتاعه، حتى بقول له دي ليك انت كمان عشان لما تبيع يعني. طب احنا بقى لنا فتره كبيره سايبين فاتن، عايزين نعرف ايه اللي قتيزها. لا لا طبعا. طب قولي لي بقى الخامات اللي بتستخدميها ايه في الرسم بتاعك؟ انا حاليا برسم، الشغل الرئيسي بتاعي هو رسم الزيت، وبرسم بالالوان الاكريل وبالالوان الاكريليك. بس انا اكتر حاجه بشتغل بيها هو الزيت، هو الخامه اللي انا بحبها. يعني هو الرسم عموما بيبقى بترسم بخامات كتير، كل واحد بيرتاح في خامه معينه. انا رسم الالوان الزيت بتريحني جدا وبحس بحس نفسي فيها. بس طبعا عندي مجالات تانية مختلفه بشتغل، انا عندي اكاديميه للرسم. ده بقى بيساعدني جدا في ان انا حاسه ان انا دول اطفال وكبار برضه، يعني الاكاديميه عندك فيها كل صغيرين وكبار من سن 4 سنين بقى اللي فيما فوق زي ما احنا عايزين. بنعمل فيها ورش كتير، من ضمن ورش مثلا ديكوباج، جلود. ده طالع موضه جدا، ده الناس كلها دلوقتي. بس انا بقى بالنسبه للديكوباج بعمله بشكل مختلف شويه. يعني هو الديكوباج بطبيعته هو عباره عن تقطيع وترتيب القطع اللي انت قطعتيها، يعني اي ورق بقى ايا كان. انا بضيف الرسم وبضيف ان انت تحطي لمستك الفنيه، ما يبقاش مجرد حاجه روتينيه انت بتجيبي ورقه وتلزقيها وتلونيها لا بشتغل بشكل مختلف شويه. ان انا بخلي الولاد لما بيشتغلوا شغل الديكوباج بيضيفوا لمستهم ان هم بيرسموا وبيدمجوا الالوان
وما بين حتى لو في ورقه بيعملوا عليها ريتاتش تاني، يعني بيحسوا ان هم اضافوا للشغل مش مجرد. واغلبيه شغل دلوقتي منحصر في الحاجات التسويقيه اللي هي مثلا تعملي بيها مثلا صينيه، تعملي بيها مثلا كافي تيبل، الحاجات دي. لا ممكن في طابلوهات كتير بتتعمل بدل ما بترسم مثلا، يعني شغل الزيت بيبقى غالي. بياخد منك وقت قد ايه شغل الزيت؟ هي على حسب، هو الموضوع كله بيبقى فكره الاول بتيجي في دماغي، الفكره دي ببتدي ان انا انفذها على القماش، القماش اللي هو الكانفاس بتاع الرسم يعني. ببتدي بعد كده وانا برسم بقى ممكن فكره تتغير خالص، يعني في وسط الرسمه الفكره تتغير، هلاقي نفسي طلعت حاجه تانية خالص بالوان مختلفه كمان. ابتدي انت مجرد بترسمي اللوحه بتبتدي مودك بيبتدي يبقى ليكي مود معين. وزي الفنانين بقى بيقولوا كده، انا ساعات أيوة. بيجي لي الفكره بالليل بقى اروح قايمه وشده أيوة. النول وحاجات كده بقى الوحي الوحي بيجي لي، ولما حد يقطع وكدا. الوحي بقى دي كارثه يعني ممكن في وسط كل ده بقى يا ماما الغدا فين. لا انا ما بتكلمش، انا وانا برسم ما بعرفش اتكلم. قاعده في الاتيليه بتاعك وقافله عليكي بالظبط كده، بقعد ارسم مظبطه مودي، مظبطه المشروب بتاعي خلاص. انا في الفتره دي فتره مع نفسي بس فعلا بطلع منها بحس ان انا فعلا حسيت ان انا غذيت نفسي. يعني الموضوع كل انسان من حقه ان هو يمارس حاجه بيحبها ويحس فيها بان هو بيشبع ذاته بالهوايه. واعاده اكتشاف النفس دي حاجه مهمه جدا، يعني بعد فتره الواحد قاعدها في البيت وكده نبتدي لا انا طب انا هغير، او مثلا نعمل شيفت للكارير بتاعي، ابقى مهندسه مثلا اسيب كل ده واروح اعمل حاجه تانية خالص مثلا. عشان احنا الدراسه دايما ما بترتبطش بالمجموع، بالشخص مرتبطه بالمجموع على حسب ما اوديك التنسيق. لا أيوة الفكره ان انا مثلا وانا لسه خريجه وانا لسه داخله خلصت ثانويه عامه مثلا وجايبه مجموع كبير، الاهل دايما بيفكروا بمنطق انت جايبه مجموع ازاي تدخلي كليات قمه. بالظبط كده احنا كشعوب عربيه بنفكر بالشكل ده، وده اللي بيخليكي المجال اللي تشتغلي فيه غير المجال اللي انت درستيه. ده حقيقي، فمعظم الناس بالشكل ده. بس ده انا بس انتوا الاثنين طول فتره حياتكم دي فعلا، يعني غير ان انتوا عندكم موهبه الرسم مفيش اي حاجه تانية خالص مارستوها؟ يعني مفيش مثلا رياضه اتجهتوا؟ لا لازم. ما كانش جواكوا اي حاجه تانية خالص مثلا؟ كنت بلعب رياضه، كنت بلعب ايروبكس بانتظام لدرجه ان المدربه بتاعتي كانت بتقول لي اميره ايه رايك تبقي مدربه؟ قلت لها للدرجه دي؟ قالت لي انت عندك استعداد وانت جواكي اصرار يا اميره ان انت توصلي للهدف بتاعك وتعمليه صح. بس ما مشيتش السكه دي بقى، قلت يعني صاحب بالين كداب بقى انت. ايوه انا فنانه ولا كل رياضيه؟ مش معقوله بقى كل ده، مش معقول، اتواضع شويه. لا طبعا كنا بنعمل حاجات، ما كناش قاعدين الفتره دي. كنت بشتغل اصلا في القطاع الخاص بس انا ما لقيتش نفسي. انا لقيت نفسي من اول ما اشتغلت بالفن، حسيت ان انا فعلا بعمل حاجه بحبها. وده اللي بشوفه في الامهات دلوقتي حاليا، يعني في امهات واعيه جدا بيعرفوا ان اولادهم فعلا عندهم الحس الفني من هم صغيرين جدا، من سن 4 سنين بيبتدوا يحسوا من مسكه القلم بتاعت اولادهم، من الالوان اللي بيختاروها، ويبتدوا يبقى يبتدوا يخلوهم يدرسوا ويبتدوا يطوروا موهبتهم. طب قدامك اي لوحه؟ انا يعني قدامنا وقت قليل عشان الحلقه، فقدامك اي حاجه هتحبي تشرحيها لنا، تقول لنا نصيحه نعيد نفسنا تاني ازاي؟ اي حاجه نصيحه ان ما ينفعش نقف في وش اولادنا، في مستقبل اولادنا. كل الولد لما يوصل او البنت لسن 18 سنه هو واعي وعارف هو بيختار ايه. فمش المفروض ان انا اجي هو بيختار مثلا حاجه فنيه انا اقول له لا خليك مهندس او خليك دكتور. انت بتتكلمي في مجال تاني خالص يعني، او طموحات تانية خالص. انت طموح في ابنك بشكل معين. انت واحده من اللي عانوا من الموضوع ده. انا عانيت فعلا من الموضوع ده. بس الكام سنه دول خرجوا لنا انتاج هايل يعني، طبعا احنا مش محتاجين نتكلم على اللوحات لانها الاستوديو كله جايبها. ما علشان خاطر انا كنت متعطشه لان انا امارس هوايتي. فاول ما حطيت ايدي عليها وابتديت ان انا اشتغل، انا يعني ناس القريبين مني اللي هم اخواتي وبيتي نفسه ما كانوش متخيلين ان انا كل ده جواكي. ان انا بالظبط. الحمد لله ان انا حطيت ايدي على الطريق السليم ليا انا. احنا اتشرفنا ان انتم معانا الحقيقه، وان شاء الله لينا حلقات تانية كتير ننزل بقى ان شاء الله نصور في معارض والبازارات اللي بتنزلوها ان شاء الله، ونشوف الناس قد ايه، نسجل اعجاب الناس بيكم يعني ان شاء الله. اتشرفت بيكم جدا في الحلقه. ميرسي يا رب. ميرسي، ويا رب اكون كده حد خفيف عليكم انا المره دي. جميله. احنا اللي يا رب نكون خفاف عليكي. انتوا زي القمر على طول. ميرسي. ومتشكرة جدا مشاهدينا، ويا رب تكون حلقة خفيفة عليكم ان شاء الله، ونكون تتابعونا ان شاء الله في الحلقات الجاية. السلام عليكم.